والله الحين منطقة الميدان يوم جسر العتيق. نعم. هذا الشارع عقد دام عينك بلطونه. هسه جو فلشوه مرتلخ. ايمتى بلطوه؟ بلطوه؟ ايه تقريبا هاك الشيء تقريبا. نعم. هسه جو فلشوه، يعني حتى المجاري جو سواه داق عليها قدام عينك، هسه كله تفل كله هسه يفلشها. كله قشطونه. زين حتى هاي كله راح يقشطونه داق قدام عينك، حتى شالوا حالات. ايه يعني هسه صار له ثلاث سنوات من صار التحرير، هسه جاء وقته عمل العالم فتحت على باب رزقه. العالم تجي من الصبح تجي تقريبا الساعة 4 الفجر. نعم. يعني الباحة الله وكيل بالعشرة عزلنا. ليش؟ مو التنظيف ماله من الشوارع. شنو سبب انه جاي يقشط ويرجع مرتلخ؟ والله غير كله على الفساد وعلى البوق، يعني بدل ما فلشوا هذا الشارع يبلطوا مرتلخ، كان بالله جوا بالميدان. شو الطالب؟ شو توجه رسالة؟ والله طالب يعني اول شيء دعم لاهل المحلات. نعم. يعني هسه تاكو بعض المحلات جاء فتح الله يساعده ماكو شغل وصاحب عائلة هذا ايش تجيب؟ عزلوا رجع على ذلك الجانب. والله الشوارع قدام عينك يجي بلطوا وغا فتره نفس الشارع فلشوا رجع بلطوا مرتلهم كل شيء ما بين الشارع. المعاناه احنا شجعونا تعالوا رجعوا للقديمه منطقه الميدان ارجعوا على سوق المدينه احنا سوق السماكه يعني هيعمل الشارع يرجع يشطعوا بدل ما يعمل الشارع يسوي شارع السماكه حفروه عافوه يعني حفريات ما ديو حفر مبلط جديد وشرعونه هسه حاليا ينظفونه مرتلخ زين يعني تلكب العمل تلكب العمل انت تفهم قصدي شو تلكب العمل فساد الاداري فساد المقاول فساد عمال الفساد استشرب البلد هذا بصوره عامه فنحن نطالب منكم يا اخوان يعني المراقبه خلي يكون كل واحد رقيب على نفسه لا يكونون عليه رقيب وحاليا احنا بعثونا من هذاك الجانب نشتغل بالسماكه سوينا دكاكين على حسابنا ما مشكله وديننا ما مشكله حتى نرجع الامور ترجع امورنا بشي رجعوا فتحوا شارع السماكه مره ثانيه وهذا هسه العمل الموجود حفروه العمل الموجود اذا اكو رقابه بيومين ثلاثه يخلص لان بوار راح تنسحب هسه راح يطول الشهر فهاي قطع ارزاق الناس كلها هذا شارع غازي بلطوه من صياغ اللي هنا بلطوه كامل الميدان هذا الميدان هو تبع الميدان وساحه البلديه رجعوا شالوه قصوه كرتله قبل ايش قد بلطوه؟ كنت 24 تقريبا يعني ما صار له كثير لا ما صار كثير تو يبس ورجعوا قشطوه قشطوه؟ ليش؟ هالفساد غير يبوقون المحلات هنا ما انضرت؟ ايش ما انضرت طازات كلها يسوون رصيف يرجعون يسوون الرصيف قبل الشارع ما في دخوية يعني. نشاهد اصلا بعض المحلات عزلت يعني معزلين ما فتحوا ما يفتحون ليش؟ الشارع ماكو سيارات ما تطب عليهم، هسه الشارع مقطوع الباحه كان يسووا مجاري بالشتاء لو يسووا مجاري بالصيف من يتحمل مسؤوليه؟ والله ما حد يعرف بس ربك يعرف من هو مسؤول بالبلديه والمحافظه ماكو مراقبه كم واحد طلع عنده فساد؟ حكمه واحد بالعراق مليون واحد كله فساد كله عندهم فساد فلان عليه مستمسكات عليه حكم واحد الحكم منهم كذب يروح ياخذ الفلوس ويسد بغداد يطلع